قصتنا النهاردة عن امرأة كانت بصحتها وكويسة، فجأة تعبت، جوزها وداها لشيخ. الشيخ قال لها انت معمول لك عمل بمرض السرطان، وفعلا جالها مرض السرطان في القولون، وشالت جزء من القولون وعملت عملية واتنين وتلاتة وما بتروقش ابدا، وما فيش فايدة من علاجها ابدا. وفي يوم وجوزها واقف في المحل، جات له واحدة عربوية قالت له عايزة حاجة لله، الله امشي ربنا يسهلك. الست العربوية دي راحت له البيت وخبطت، أمه فتحت قالت لها أنا عايزة مرات ابنك ضروري جدا. راحت لمرات ابنها اللي هي تعبانة قالت لها أنت معمول لك عملين مش عمل واحد، واللي عاملاهم واحدة معرقبة والتانية شفتها مقلوبة. لو جبتي لي دورق وفي مية هوري لك صورتهم في الدورق وكأنك بتتفرجي على تلفزيون بالظبط، وهتشوفيهم هما الاتنين وتعرفيهم. وبعدين اجا ابن اخت جوزها وقعد يزعق ويقول معاش الا الدجالين كمان يجونا، هو احنا ناقصينهم؟ ما كفايه العيال اللي عندنا. وقعد زعق لها وشحتها من البيت. وفجاه ايه ده، الست راحت فين؟ الست اختفت كانها شويه دخان. والمراه المريضه عملت ايه؟ اتصلت بزوجها وحكت له على اللي حصل. اجا يجري بسرعة يدور عليها في كل مكان بره وجوه مش لاقيها. بس يا ترى جوزها هيلاقيها تاني ولا لا؟ هقول لكم على اللي حصل في الجزء التاني.